بالفعل عرفت منطقه نفوذ وكاله الماء اللوكوس خلال السنه الهيدرولوجيه الجاريه 2023-2024، وبالتحديد خلال الفتره الممتده ما بين شهري شتنبر وفبراير، عج على مستوى التساقطات بلغ نسبه ديال 34%، حيث تم تسجيل معدل تساقطات بالمنطقه بلغ 250 ملم مقابل معدل تساقطات ديال 360 ملم تم تسجيلها خلال نفس الفتره من السنه الماضيه. هذا العجز في التساقطات المطرية أثر بشكل سلبي وواضح على الواردات المائية بسدود المنطقة، حيث تم تسجيل فقط واحد الحجم ديال الواردات بلغ 86 مليون متر مكعب خلال 6 الأشهر الأولى من السنة الهيدرولوجية الحالية، مقابل حجم ديال 500 مليون متر مكعب تم التسجيل ديالها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة عجز كتبلغ 85%. وبطبيعة الحال هذا العجز لا على مستوى التساقطات ولا على مستوى الواردات المائية كان عنده وقع سلبي على نسبة ملء سدود المنطقة، حيث أن نسبة ملء بسدود المنطقة ما كتجاوز حاليا 42%، وذلك ما يعادل حجم ديال 715 مليون متر مكعبة. هذا العجز لا على مستوى التساقطات ولا الواردات المائية كان عنده وقع على نسبة ملء سدود المنطقة، حيث أن نسبة ملء سدود المنطقة ما كتجاوز 42%، وذلك ما يعادل حجم ديال 715 مليون متر مكعب، مقابل نسبة ملء ديال 59% تم التسجيل ديالها خلال نصف فترة من السنة الماضية، أي ما يعادل حجم ديال 1.15 مليار متر مكعب.